كما قالت رئيس المؤتمر الدولي البرلمانيين الشباب عضو مجلس النواب سحر البزار قالت إن الوثيقة الختامية للمؤتمر تسعى للتركيز على العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان وأضافت أن هذا الجيل يسعى لتحقيق العدالة المناخية في العالم هذه الوثيقة تسعى للتركيز على المناقشات الرئيسية والتوصيات والأفكار المبتكرة ان العلاقه بين تغير المناخ وحقوق الانسان واضحه لان التغيرات المناخيه مرتقبه سينتج عنها معاناه وضعف اكبر نحن الجيل الذي سيحقق العداله المناخيه والذي سيكسر سلسلة التدهور البيئي من أجل التحرك نحو مسار أكثر استدامة دون تخلف أي شخص عن الركب. أمامنا دور خاص لنلعبه وهو إشراك الشباب بشكل فعال في مؤسسات صنع القرار.